حقيقة الخطة الرئيسية اللي اعتمدتها وزارة الموارد المائية وهي عادة برنامج يعتمد في ظروف الشحة المائية. احنا اليوم نعرف نمر في ظروف شحة مائية لموسمين متتاليين، وبالتأكيد آثاره واضحة جدا على الواقع المائي بالعراق. هنالك كما أشار معالي الوزير ملفين رئيسيين. الملف الأول هو الملف الخارجي أو الملف الدولي اللي يتعلق بالإيرادات المائية وملف التفاوض مع دول الأعالي أو دول المنبع، ولما الملف الآخر هو الملف الداخلي. بما يتعلق بالملف الخارجي واستمرار المفاوضات الفنية مع دول المنبع ودول الأعالي ووضع استراتيجية مهمة لآلية التفاوض مع دول الأعالي في موضوع تحديد ثلاث محاور رئيسية. المحور الرئيسي الأول هو ضمان حقوق العراق المائية وضمان حصة عادلة من المياه. المحور الثاني هو تقاسم الضرر في فترات الشحة المائية. والمحور الثالث هو التعاون المشترك بين دولة المصب العراقي، دولة مصب بامتياز، والدول المنبع الأخرى. أما ما يتعلق بالملف الداخلي فهنالك إجراءات عديدة تقوم بها وزارة الموارد المائية وضعت ضمن هذه الخطة. المحاور الرئيسية التي تتضمنها هذه الخطة هو موضوع مواجهة التجاوزات الكبيرة الحاصلة على الحصص المائية، عملية انتقال إلى الري المغرق، عملية الانتقال إلى استخدام التقنيات الحديثة اشتراك مع وزارة الزراعة في عملية تحسين الري الحقلي، وهذا راح يزيد كفاءة الإرواء وبالتقليل يقلل بشكل كبير من الهدر اللي يحصل في المياه. إضافة إلى طبعا نقطة كلش مهمة وهو تطبيق الآليات المتبعة في عملية ترشيد واستهلاك المياه واستخدام المحاصيل قليلة الاستهلاك للمياه. هنالك خطط توضع في وزارة الموارد المائية لتحديد كميات المياه المطلقة من السدود والخزانات وفق المتطلبات ووفق الموسم. يعني احنا نلاحظ اليوم مثلا هنالك انخفاض في منسوب نهر دجله، هذا الانخفاض هو مدروس خصوصا بعد انتهاء ريه الفطام للموسم الشتوي لمحصول الحنطه، لذلك قللت الاطلاقات اللي تؤمن من السدود والخزانات بما يتلائم واحتياجات المرحله. بالفتره القادمه عندما يكون هنالك طلب على حصص مائيه اضافيه دخولنا بالموسم الصيفي القادم بالتأكيد راح تتغير الاطلاقات، إضافة إلى برنامج التوزيعات. شكرا مجموعة سيد علي. أمور العلاقة بالإدارة الداخلية